المعتاد طبعا. منتخب أوزبكستان تمكن من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق مخصص بركلات الحرة وقائد الفريق. ثم في الدقيقة 33 جيباروف ينجح في إحراز الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي لينتهي الشوط الأول بتقدم أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيء. ثم في الشوط اللاعب بيك موييف يتمكن من إحراز الهدف الثالث لمنتخب أوزبكستان وتنتهي المباراة بفوز أوزبكستان على فلسطين.